وحول قصف قضاء زاخو بمحافظة الدهوك ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أهلا بك معنا أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك. حياكم الله أستاذ بهاء. يعني الخارجية التركية نفت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت الأبرياء في زاخو، ودعت الحكومة العراقية إلى التعاون لكشف الجناة الحقيقيين. بداية، كيف سيكون موقف الحكومة في العراق برأيك؟ تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أولا، الحكومة العراقية تعلم جيدا بأنه هنالك اتفاقيات بين العراق وتركيا من أجل دعم القضاء على المنظمات الإرهابية المتواجدة في شمال العراق، وهذه الاتفاقيات أباحت للجانب التركي التواجد داخل الأراضي العراقية، وأيضا تدريب القوات العراقية في فترة ما بعد احتلال داعش في الموصل وغيرها. الحكومة العراقية الآن رغم يعني محاولات استنكار ما حدث، لكن يبدو أنها حتى الآن ليست مقتنعة بالجهة التي قامت بالقصف، على الرغم من أن الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكدوا استهداف المنطقة من قبل الجانب التركي، وبيان خلية الإعلام الأمني أيضا أكد أنه الجانب التركي هو من قصف، لكن هنالك كثير من الأمور تدعو إلى التريث في إطلاق الأحكام حقيقة. بعض الشهود العيان أكدوا بأنه القصف تم بالهاونات، بعض شهود العيان ذهبوا إلى الطائرات المسيرة، خلية الإعلام قالت المدفعية. حتى الآن يبدو أن هنالك ضبابية في الموقف ومن خلال التصريحات. موضوع دخول القوات التركية إلى داخل العراق ليس بالأمر الجديد، والحكومة العراقية ملزمة بأن لا تبقى هنالك منظمات إرهابية تعمل على أرضها من أجل استهداف أي دولة من دول الجوار، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات بين الحكومة العراقية وبين الحكومة التركية منذ 2003. أول هذه الاتفاقيات كانت عام 2007 في شهر 8 عندما زار المالكي أنقرة واتفق مع الجانب التركي على تطهير شمال العراق من المنظمات الإرهابية، وتم توقيع اتفاقية من خلال بين وزير الداخلية العراقي في تلك الفترة جواد البولاني وبشير أطلاي وزير الداخلية التركي في تلك الفترة أيضا، وكان بموجب هذه الاتفاقية تصدي المنظمات الإرهابية اللي موجودة في شمال العراق. أيضا عاد المالكي عام 2008 وأيضا وقع اتفاقية أثناء زيارة رئيس الوزراء السابق سابقا كان هو رجب طيب أردوغان، كان رئيس وزراء تركيا عام 2008، وأيضا وقع اتفاقية مع السيد أردوغان حول موضوع المنظمات الإرهابية في شمال العراق، وظهر في مؤتمر صحفي في تلك الفترة وقال بصريح العبارة لن يخرج الأتراك من شمال العراق إلى أن يتم تطهيره من المنظمات الإرهابية. طيب. الكلام المالكي. نعم. سيد وأيضا جاء بعد حيدر العبادي وأيضا وقع وياهم اتفاقية أمنية عام 14 في شهر 25/12/2014. نعم. أيضا وقع وياهم اتفاقية لنفس السبب وهو القضاء على التنظيمات الإرهابية. سيد بهاء، بالعودة إلى التصريحات والبيانات، يعني كما ذكرنا بيان خلية الإعلام الأمني ومن ثم بيان الخارجية في العراق، يلاحظ أنهم يعني كان حذرا جدا ولم يوجه اتهاما صريحا للجيش التركي، بينما الكاظمي أعلن إرسال لجنة تحقيقية. السؤال هنا، لماذا يعني الاستعجال من قبل الكاظمي باتهام الجيش التركي قبل أن تصل حتى اللجنة المكلفة بالتحقيق إلى مكان الهجوم؟ لماذا هذا التخبط بالتصريحات؟ أنا أشوف أنه نوع من استغلال الموقف. أعتقد أنه الآن بخصوصا بعد موضوع التسريبات للتسجيلات الصوتية هو محاولة لتضخيم الأمر. صح أن دماء الشهداء عزيزة وغالية ونسأل الله أن يرحمهم، لكن هم يحاولون أن يستغلون هذا الموقف من أجل حرف الرأي العام عن موضوع التسجيلات وتفويل الأمر من دون أن يكون لديهم حقائق مؤكدة عن الجهة التي استهدفت هذا المصيف. بعض الأنباء أصلاً تشير إلى أنه هذا المصيف أساساً كان مغلق منذ 4 سنوات وتم افتتاحه قبل 5 أيام فقط. كان يسيطر عليه عناصر من حزب العمال الكردستاني و يعني تم فتحها للجمهور قبل 5 أيام. هذه معلومة من بعض الناس، يعني ليست معلومة مؤكدة،
لكن الناس تتكلم بهذا الكلام. فكيف انه يجب انه الدوله تكون عندها قناعه كامله بالجهه التي تم استهدافها، ومن ثم تبدا بالرد على ما حصل من خلال التصريح او اجراءات سحب سفراء، اغلاق حدود، يعني مما يحافظ على سياده العراق. نعم، بطبيعة الحال يعني يجب انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، ولكن السؤال هنا إلى متى يعني يبقى العراق مستباحا من الميليشيات في الداخل ومن دول الجوار في الخارج بالقصف والاعتداء حتى على مقدراته الاقتصادية من الجميع بلا استثناء، إلى متى؟ هذه الكتل السياسية منذ أن جاءت إلى العراق عام 2003 كان لديها أسلوب ومنهج بإضعاف العراق في المنطقة. يعني أنت تخيل الآن نحن في عام 2022، كل الدول المحيطة بالعراق عندها الإمكانيات أنه ترصد أي طائرة، ترصد أي اعتداء. الآن العراق في سنة 22 لا يمتلك لا منظومة رادار ولا منظومة حماية جوية دفاع جو، ولا يمتلك قوات، لا تمتلك أدنى مقومات الجيوش الحديثة اللي موجودة في دول العالم. لذلك هم يحاولون قدر الإمكان أنه يضعفون العراق ويصبح العراق لكل من هب ودب، سواء من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب. هذا أساس يعني عملهم داخل العراق. هم جاءوا من أجل تدمير العراق، لم يأتوا من أجل بناء العراق، من أجل تطوير العراق، من أجل المحافظة على سيادة العراق. هم أساسا سبب كل المصائب الآن اللي موجودة واللي يعيش العراق، وحتى تردي وضعه سواء الأمني والاقتصادي والسياسي والتعليمي والصحي. كل هذه المجالات هم لهم يد في إيصال العراق إلى ما وصل إليه. سيد بهاء، يعني هناك سؤالا، يعني هناك سؤال يطرح نفسه، وهو يعني لماذا لا تقوم الحكومة في العراق بإنهاء أس المشكلة في القصف التركي مثلا، والمتمثل في وجود عناصر وقواعد حزب العمال الكردستاني المصنف في طبيعة الحال إرهابيا في الأراضي العراقية وينطلق منها لتهديد الأمن التركي، وهي الذريعة التي كما تعلم يعني تستخدمها تركيا في هذا القصف المستمر؟ لماذا لا يتم إنهاء المشكلة؟ هو أس المشكلة كما ذكرت حضرتك هي هذه المنظمات الإرهابية. الآن احنا لو نحسب عدد الأجهزة الأمنية اللي موجودة، عندنا جيش، وعندنا شرطة محلية، وعندنا شرطة اتحادية، واستخبارات، وأمن وطني، وجهاز مكافحة إرهاب، وحشد شعبي، ومع ذلك لا يستطيعون القضاء على مجموعة من الإرهابيين اللي موجودين في شمال العراق. إذا هنالك تقاعس في إداء هذا الموضوع، لأنه هنالك حتى روابط مشتركة بين الميليشيات وبين هذه العناصر الإرهابية فيما يخص موضوع التهريب، فيما يخص الموضوع تهريب السلاح والمخدرات أيضا. وكثير من الملفات الاستقصائية اللي قريناها تتكلم عن علاقة بين هؤلاء الإرهابيين في حزب العمال الكردستاني وبين عدد من كبير من الميليشيات الموجودة بالداخل. أيضا وجودهم يعتبر وغرق الضغط على الأتراك من جهة وعلى الأكراد في شمال العراق من جهة، يعني أقليم كردستان كل ما حاول أن يعني كل ما صارت مشكلة بين بغداد والأقليم حركت الميليشيات مجموعة من الإرهابيين لضرب أقليم كردستان، وبهذه الطريقة هنالك تفاعل بين هذه المنظمات، بين الميليشيات والمنظمات الإرهابية. والحكومة أساسا هي غير قادرة على الميليشيات، فكيف يمكن أن نتوقع منها أن تقضي على الإرهابيين؟ هي غير قادرة على وضع حد الميليشيات في الداخل، يعني كثير من الفرق، يعني حتى فرق بالتسليح، فرق بالأوامر، بالاستخبارات، ذكرها قبل فترة وزير الدفاع أو يعني أحد القادة العسكريين قال بأنه حتى جنود الجيش العراقي لياقيا هم يعني أعمارهم كبيرة ويحتاجون إلى إعادة، نحتاج إلى دماء جديدة، لكن الميليشيات تشوفهم شباب مدربين منظمين يصرف عليهم المليارات، مليارات تصرف عليهم الأحزاب على هذه الميليشيات في سبيل أن تبقى هي القوة المسيطرة على البلد، ويبقى الجيش العراقي والأجهزة الأمنية ضعيفة أمام هذه الميليشيات وأمام التنظيمات الإرهابية. ولعل اللي صار اليوم في التعرض اللي قام به تنظيم داعش الإرهابي واستشهاد عناصر من الشرطة العراقية، هذا واحد من المؤشرات اللي يدل على ضعف الأجهزة الأمنية تجاه مجموعة بسيطة من العناصر الإرهابية. نعم. لم يتمكنون حتى الآن رغم طول الفترة وكثرة التسليح والأموال والمليارات التي صرفت عليهم، لم يتمكنون من القضاء على الأمن. الفكرة. إذا كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.